اهلا بحضراتكم، كمان شويه هعرض لحضراتكم تسريب صوتي قيل انه لمحمد عادل، ومن خلال كلامه كان من الواضح انه بيتكلم مع شخص على ما يبدو انه واحد صاحبه، ومن خلال الحديث كان محمد عادل بيقول للشخص ده خلي واحده اسمها منى بكر تكلم نيره علشان يكون في ثقه اكتر، وتفهمها انكم عايزينها في شغل، وتعرف منها هي هتيجي امتى وتنجاب سواء عندك او في اي حته. وكمل كلام محمد عادل وقال قبل ما تخش اكون انا معرف ابوها ويجي ياخدها على طول. وهو بيتكلم قال لو ما كانش كده ممكن تشوف حد من صحابك او معارفك يتصرف لنا في عربية واخد ابوها ونروح نجيبها. ومن خلال كلامه كان بيكلم شخص اسمه محسن، لانه كان بيقول بالله عليك يا محسن حاول تختمني في الموضوع ده بجد. هسيب حضراتكم تسمعوا التسريب الصوتي، بس يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. هو انت مثلا هتفهم مثلا منى بكر دي وشمس اللي انت عايز نيلها في سيشن، تمام؟ وبي مثلا ايه، خلي البنت هي اللي تكلمها، يعني خلي اللي اسمها منى بكر دي هي اللي تكلم نيلها، تمام؟ فهيبقى في ثقة أكتر. وده يعني شوف، أنا مش فاهم التفاصيل بتاع الشغل بتاعك أوي، بس اللي هو تفهمها اللي هو إحنا عايزينك في سيشن وهنصور مش عارف في كذا ومعانا مش عارف كذا ومعانا كذا، تمام؟ وهتيجي إمتى؟ اللي هو يبان اللي هو إيه، سيشن كبير ومش عارف يعني وكده، تمام؟ وتتجاب عندك، نعرف بس حتى المكان اللي هي هتنزل فيه سواء عندك او في اي حتة، وقبل ما تخشها اكون انا معرف ابوها ويجي ياخدها على طول قبل ما تخش وقبل ما يحصل اي حاجة، فاهمني؟ ده حل، تمام؟ وده في ايديك وتقدر تعمله بسهولة اوي، تمام؟ طالما رؤوف بقى مش في ايدينا وبيخنع نفسه، دي حاجة في ايديك اهو وتقدر تعملها، تمام؟ ما كانش اللي انا طالبه منك اللي انت تشوف حد مثلا من صحابك او معارفك او كده يتصرف لنا مثلا في عربية لو يدفع يعني وكده، واخد ابوها ونروح نجيبها يعني وكده، تمام؟ فانت شوف اللي انت تقدر عليه. والله انت شايف موضوع السيشن ده اصعب، واللي انت تقدر تكلم منى بكر واللي هو شمس ده وتكلموها وتيجي، تمام؟ نستنى وعادي، تمام؟ شايف اللي هو مش هينفع وكده، حاول ان انت مثلا تكلم اي حد تبعك يشوف لنا عربية يعني نسافر بيها، تمام؟ وهو احنا هنروح صد رد، يعني هنجيب البت وهنرجع على طول، يعني مش رايحين نتفسح ولا هنعمل حاجة، فاهمني؟ وبالله عليك يا محسن حاول تخدمني في الموضوع ده بجد. انا من ساعة ما انا كلمتك من شهر واحد وانت قلت لي سهلة ومش عارف ايه، وكلمك ساعتها عذابك وكده، دلوقتي لو مش عشاني فعشان الراجل اللي هو عايز يلم بيته ويلم البت ويعمل كده، تمام؟ فانت عشان خاطري شوف تتعالج ازاي ووقف جنبي في الموضوع ده عشان يعني اخلص منه بقى، ويعني عشان الموضوع بجد والله يعني كبير مش صغير، فاهم؟ حصل خلاص. انا بقى بتكلم دلوقتي لما واحده زي دي كان ما بيننا اللي ما بيننا، واجي اكلمها اقول لها تعالي مثلا اقعدي في حته ما تردش عليا وتقعد تهرب كده، زي ما هي لما جيت كلمت صاحبتي قلت لك ده، هي بتقول لي سيبك منه واعملي له بلوك ومش هتقعد معاك في حته ولا هتكلمك. لما تعمل بعد اللي عملته ده كله مش عايزه اللي هي ترجع لي حق وتقعدي تقول لي ده انا كذا وانا كذا وانا كذا، وفوق ده كله بقى تقعد تعملي ده انا هجيب لك رجاله من المنصوره، اجيب لك رجاله من القاهره وابلغك مش عارف ابلغ عنك في ايه واحبسك انت بس عشان مش عارف انت غلبان وكذا وكذا، انا مش عايز اعمل ده، وتقعد تشتم وسايبها تعمل ده كله. بس بقى المفروض في عقل كده وتفتكر اللي انا عملته وتقوم جاي قاعده لا والله ده انا غلطت في كذا في كذا، بس انت برضه